هذه الورقة مفهوم ما فيها؟ في أحد ما هو فهم الذي فيها؟ خلاص قامت عليكم الحجة وهي مطلوبة في الاختبار. أحسن الله إليكم. عليكم السلام. يقول السائل: بما أن أهل السنة والجماعة لم يبدعوا النووي وابن حجر مع أنهما وافقا أهل البدع في الكثير من أصولهم، أفلا ينبغي على طلبة العلم السلفيين أن يتقوا الله في علماء أهل السنة الذين يخطئون في بعض المسائل وألا يتعجلوا في تجريحهم وتبديعهم؟ يعني ما أظن أنه يعني كان ينبغي أن نقفز عن هذا السؤال. أولا بالنسبة لابن حجر والنووي، القاعدة كما القاعدة في الكفر ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، كلام في المطلق يختلف عن كلام عند التعيين، وكذلك بالنسبة للبدع كثير من الناس وقعوا في البدع مع حرصهم على أن لا يقعوا في البدع فوقعوا فيها، واضح هذا الأمر؟ ومع ذلك فإننا لا نقول إن يعني هذا الأمر فيه خلاف بالنسبة للنووي وابن حجر رحمهم الله تعالى، ليس هناك اتفاق بأنهما من أهل السنة والجماعة، بل من أهل العلم أن يقول بأنهما على منهج الأشاعرة مع حرصهما الشديد على القول بقول أهل السنة والجماعة. وهناك من هو أفضل منهما، يعني مثل الإمام البيهقي شيخ الإسلام تيمية وصفه بأنه أشعري، واضح؟ وهو أفضل منهما من حيث يعني هو أقدم وأقرب إلى السلف، وهو من حملة الحديث، وهو أكثر منهما إثباتا للصفات، ومع ذلك فقد سماه شيخ الإسلام تيمية بأنه إيش؟ أشعري. فهما إما أشعريان وإما أحدهما أشعري والآخر سالمي، واضح؟ لكن هذا لا يعني التحذير منهما، وإنما يكفي في طالب العلم أنه إذا يعني في مسائل الأسماء والصفات أن يكون على حذر من ذلك. أما أن يحذر منهما من كتبهما وأن لا يعني يقرأ الفتح ولا يقرأ شرح النووي المسلم، لا، هذا الكلام غير جيد وغير صحيح وفيه يعني إساءة كبيرة. ومن من العلماء يعني من يعني نجا من كل الأخطاء لكن مستزيد ومن مستقل ومستكثر. فالشاهد من كلام فيعني رويدا يعني الشوكاني رحمه الله تعالى قيل له: أما ألا تشرح صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني أن فتح الباري، مع أنه يحتمل أن يكون قصده فتح الباري لابن رجب، لكن على كل حال لا أظن أن طالب علم من طلاب العلم يعني الموجودين أو غيرهم لا يوجد عنده كتاب فتح الباري، ما أظن أي طالب علم عنده شيء من يعني الطلب للعلم ستجد عنده فتح الباري وتجد شرح صحيح مسلم، فلماذا الكلام الزائد؟ أما بالنسبة للعلماء أهل السنة والكلام الزائد والكثير فهذا ليس مجلسنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاسم المطلق هو الذي يدل على القدر المشترك أم مطلق الاسم؟ لا هو الاسم المطلق الذي لم يقيد بإضافة ولا تخصيص، هذا يدل على المعنى المشترك، واضح؟ الاسم المطلق، إيش الاسم المطلق؟ يقال مثلا العلم، كلمة العلم هذه إيش؟ اسم مطلق. العلم يدخل فيه معنى العلم، فهل اسم هل الله عز وجل هو عليم من صفاته العلم ولا لا؟ طيب والإنسان؟ طيب فهذا يدل على القدر المشترك. لكن لو قلنا علم الله تميز ولا لا؟ لم يختلط، فصار علما مختلفا عن العلم الذي للإنسان، فالإضافة أدت إلى اختلاف المعنى مع وجود إيش؟ مع وجود أصل التسمية للعلم، لكن لما أضيفت انتهى. كذلك لو قلنا الحياة، إذا قلنا الحياة الأزلية الأبدية الكاملة تثبت لمن؟ لله. هل هذه هي حياة الإنسان؟ هل الإنسان موصوف بهذه الحياة؟ طب هل الإنسان موصوف بجزء من هذه الحياة ولا بشيء منها؟ الحياة الأزلية الأبدية الإنسان موصوف بشيء منها؟ أبدا، هذه حياة خاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب الحياة الناقصة هل الله عز وجل موصوف بها؟ هل موصوف بشيء منها؟ يعني مجرد ما أنك أنت وصفت الشيء تميز، فكل وصف له موضع يكون فيه مشتركا ويكون فيه مميزا، فعند الإطلاق يكون الاسم دالا على القدر المشترك فقط.
ما يدل على قدر المميز عند الإطلاق، وعند التقييد بالإضافة أو التخصيص يدل فقط على القدر إيش المميز. واضح؟ انتبهوا لهذا. لكن مادة الاسم يمكن الرجوع فيها إلى إيش الاسم المطلق. ما يقول واحد أن هل الإنسان مشترك مع الله عز وجل في حياته؟ ها؟ بعض الإخوة يعني شفت الجواب كان مش أكيد يعني. الله عز وجل غير مشترك مع الله بأي شيء من صفاته سبحانه وتعالى. أما المعنى الذي هو دلالة اللفظ المطلق أو الاسم المطلق هو الذي فيه قدر المشترك. واضح إخواننا؟ وحتى إحنا أيضا لا نريد أنه والله أنا مثبت فإذا خلينا أنا أثبت بالطريقة اللي أنا أريد. لا، ما هو كذلك. إذا تميز بالإضافة والتخصيص لم يحصل اشتراك، ها؟ ولا يبقى الاشتراك بعد الإضافة والتخصيص. متى يكون الاشتراك؟ عند الإطلاق. عند الإطلاق. طيب عند الاشتراك، عند الإضافة والتخصيص، كيف يمكن أن نعرف القدر المشترك؟ نخرج بليش باسم الصفة أو بالاسم ونطلقه. واضح؟ يعني عند الإضافة والتخصيص أنا أعرف إيش معنى حياة الله مثلا، كلمة حياة الله كيف بدي أعرف معناها؟ بقول الحياة وبعدين بفهم. أما طيب نحتاج أن نقول الحياة ولا الإنسان مباشرة هذه العملية الرياضية تحصل وحدها؟ ها؟ تحصل وحدها. أفهم من الحياة المعنى العام المطلق عفوا الذي يشمل جميع الأحياء، ثم بعد ذلك أضيف الحياة إلى الإنسان. تخيل أنه في حياة قاصرة على قدر إيش هذا الإنسان. فلو واحد قال لي في يوم من الأيام طيب إيش تتوقع بالنسبة لحياة السمك، أنا عمري ما فكرت في هذا الموضوع مثلا، فورا إيش بيسوي العقل؟ ها؟ يتخيل حياة خاصة في البحر. واضح؟ لكن ممكن واحد يقول والله حياة الإنسان مثل حياة السمك؟ لا، مختلفة. لكن اختلاف حياة الإنسان عن حياة خالقه أعظم اختلافا من حياته عن حياة بقية المخلوقات. الله أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة السمع والبصر وأشار إلى أذنه وعينه؟ نعم، ثبت هذا، ثبت هذا في سنن أبي داود. وقرأ قوله تعالى والأرض جميعا قبضته فقبض يده. نعم، الحديث أنه ابن عمر لما روى لما ذكر الآية قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى أنا الملك إيش الحديث المهم، فقبض فأخذ يقبض يده ويبسطها وإني لأنظر إلى المنبر من تحته وأنا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.